استاذ جمال، عايز ابدا مع حضرتك الاول. بكره ان شاء الله سيتم افتتاح جراج لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، في مقر النادي في مدينه نصر. اعتقد خطوه رائعه تحسب لمجلس الاداره، وايضا خطوه الحقيقه لانه كانت الامور هناك صعبه جدا جدا في موضوع الركنه الحقيقه. والله انا يعني نادي اهلي مدينه نصر طبعا روحته كتير في بداياته، الدنيا كانت فاضيه حواليه، فما كانش فيه المشكله بتاعت الركنه، لكن مع مرور السنين طبعا اصبح هناك ضروره ملحه انه يبقى في مكان فعلا لاستيعاب كل هذه الحشود من الجماهير او من الاعضاء اللي رايحين النادي، وده مهم جدا لراحه الاعضاء. واعتقد ان ده عنصر اساسي من العناصر اللي بيهتم بيها مجلس الاداره دايما، ان هو اهم حاجه البطولات ده هدف اساسي لا غنى عنه او لا حياد عنه. ثانيا بقى خدمه الاعضاء في جميع المجالات والخدمات اللي بيحتاجوها، ده اعتقد ان هو مهم جدا بالنسبه لمجلس الاداره. ويمكن لما برنامج عائله الاهلي كان مركز على الجانب الاجتماعي والجانب الخدمي، وتنفذ منه حاجات كتيره جدا يعني. فطبعا اعتقد ان ده هيبقى حدث مهم قوي 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 لالاف الاعضاء اللي موجودين في مدينه نصر. قوه استيعابيه كبيره جدا يا استاذ محمود لجراج. الناس ممكن تتخيل، او بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما يتخيل ان انت الموضوع بسيط ان احنا نتكلم فيه، ولكن هو موضوع كبير جدا ومهم وملح جدا لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في مقر النادي في مدينه نصر. لا طبعا، وخدمه الاعضاء ده هدف اساسي ورئيسي بالنسبه لمجلس الاداره اللي هو تم انتخابه بصوره شرعيه. واعتقد انه مشروع الجراج مشروع تاخر كثير جدا، يعني انه فكره طرحت قبل كده من اكثر من مجلس من ايام الكابتن حسن حمدي، وتنفيذها انت عارف الاجراءات بقت صعبه، والحصول على موافقات يمكن كانت الاتجاه انه يبقى طوابق متعدده، لكن حتى الان الامور لم ياخذ فيها الموافقات الرسميه. واعتقد برضه ما زال مجلس اداره الاهلي حاطط في اعتباره انه ينفذ المشروع اللي هو عايز يعمله، انه يبقى تحت الارض بصورة صعب استيعابية أكثر من 1000 سيارة لام، لكن هو لجأ لتنفيذ المشروع بالصورة السريعة المسطح، انه لانقاذ الوضع اصبح صعب جدا في مدينه نصر. اقبال كبير على عضويه النادي الاهلي، كمان انت لسه كمان عندك افتتاح الفرع الرابع ان شاء الله، هيبقى حدث جلل وحدث مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فاعتقد انه البرنامج اللي طرحه مجلس الكابتن محمود الخطيب نفذ منه اجزاء كبيره جدا، اكيد هيبقى فيها بلان وخطه الحاجات اللي تم تنفيذها من صالح الاعضاء. ده عشان يقال انه مش التركيز على الكوره، هو النادي الاهلي بالفعل يا جماعه هو نادي كره قدم، لكن الجانب الاجتماعي جانب مهم، لانه اعضاء الاهلي هم مشجعوه، مش ناس جايين من بره، لا الاعضاء اللي في الاهلي هم مشجعوه حتى لو كان في انتماءات اخرى، لكن الغالبيه لاعضاء النادي الاهلي. خطوه مهمه جدا هتشوف اثرها وتاثيرها على المنطقه المحيطه اللي اصبحت منطقه تجاريه بالدرجه الاولى. فاعتقد انه مشروع يعني تاخر كثير، لكن يشكر عليه مجلس الاداره على الجهد الكبير، على الاداره الهندسيه، على الشركه الوطنيه اللي نفذت المشروع. ان شاء الله تكون دي بدايه لحاجات كثيره جدا للنادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. وجود طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وجود دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وجود محافظ القاهره، اعتقد شيء مهم جدا هم يكونوا متواجدين الحقيقه، وشيء محترم جدا. طبعا يعني هذا التواجد ياتي في اطار يعني تقدير الحدث نفسه، ان طبعا زي ما قال الزملاء هو طبعا مشروع تاخر كثيرا، لكنه جاء في الوقت المناسب. ويعني عايز اقول يعني اللي بيروح مدينه نصر كتير بيكتشف ان ده هذا التطوير او هذا الجراج ياتي في اطار تطوير المنطقه كلها، في كباري، في ربط بالعاصمه الاداريه الجديده، في طريق السويس. يعني هو النادي الاهلي في بؤره محوريه جدا، فمن المهم جدا مش بس عشان خدمه الاعضاء ان يكون بيساعد الدوله كمان في سيولة المرور في هذه المنطقة. فطبعا أنا شايف أنه جاء في الوقت المناسب جدا جدا، وهذا تقدير وجود المحافظ ووزير الشباب والرياضة تقديرا لهذا قيمة هذا الحدث.
وانا عايز اقول كمان ان دي خطوه عقبه يعني بصفتي متردد كثيرا على نادي مقر الشيخ زايد، في خطوه مماثله قريبه جدا في الشيخ زايد برضو، جراج جديد بيتم التحضير له ويفتتح قريبا ربما يعني خلال شهور، يعني ده خدمه اعضاء برضو المنطقه. فطبعا اعضاء النادي الاهلي يستحقوا هذا الاهتمام من مجلس الاداره، ومجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب يعني دايما بيدور على خدمه الاعضاء بقدر بحثه عن البطولات اللي بتسعى جماهيره، ودي معادله مش سهله لان بتحتاج امكانيات ماديه كبيره وتخطيط ورؤيه بعيده. فطبعا انا بحيي مجلس الاداره على هذه الخطوه الى حد كبير. استاذ عصام، الاستاذ سامي خدنا لموضوع مهم جدا، هو الدور المجتمعي للنادي الاهلي حتى طبعًا. في وجود ان انت تعمل او انشاء جراج في وضع، لان الوضع كان هناك الركنه والعربيات والشوارع اللي حوالين مقر النادي الاهلي في مدينه نصر كانت الامور صعبه شويه، اعتقد دور مهم جدا للنادي الاهلي في هذا الامر. مؤكد هو الدور من اول انك انت تلعب دور تنموي في مساحه يمكن يعني الاستاذ سامي وكل الاخوه قالوها، انه النادي الاهلي حين ذهب الى هذه المنطقه كانت يعني منطقه بعيده عن العمران قوي، يعني كان في ربما منشاتين ثلاثه، لم يكن هناك كم من العمران ابراج وشركات مقاولات وكذا. شوف قد ايه تم استثمارات في المنطقه، شوف قد ايه تم تعمير المنطقه، اذا تم الاختيار بعنايه، لانه برضو لجمهور مصر وجمهور النادي الاهلي من قناه الاهلي الخرائط في المحروسه العظيمه دي زي كل بلدان العالم بتبقى شامله في المحافظات دي، هتبقى ايه بعد فتره وامتدادات المدن وكذا. فالاهلي حين اختار منطقه للتنميه، مجلس بعد مجلس لياتي دور يعني مجلس كابتن محمود الخطيب وبرنامجه عائله الاهلي، الجزء المجتمعي كمان الالف سياره اللي هيلاقوا مكان مبدئيا زي ما اخويا محمود على راي زميلنا العزيز واخونا طارق يعني لما بيقولها دايما، لا الالف سياره في المسطح ده هيتبعهم ربما مساحات اخرى من الاتساع، لانه كده انت تحمي هذه المنطقه من ازدحام مروري، وده دور برضه مجتمعي رائع لا يثقل النادي الاهلي على سكان المنطقه ذهابا وعوده ولا على اعضاء يضيعوا وقتهم كتير. الناس لازم تاخد بالها انه المقاييس حين توقع عقد يعني هو عقد حب قبل ما يكون وثقه مع مجلس اخترته بعنايه، وعشان كده دائم الوجود في النادي الاهلي هو وجود قايمه متناسقه، قايمه لكل ملفه وبالتالي لكل انقطاعه مع اعضاء النادي الاهلي. في مشهد اذهلنا في الانتخابات اللي فاتت انه الاعضاء كانوا داخلين في طابور الانتخاب كعادة النادي الأهلي، وكل الجمهور يقف في نصف الشارع بحوالين النادي كله دون أن يشعر الأمن بهذا الازدحام، مع أن الناس واقفة مترجلة، ليؤكدوا لهم أننا شركاء في الاختيار ويطلبوا منهم اختيار قائمة عائلة الأهلي، حتى ما قالوش قائمة الخطيب وبس، لا قالوا لهم قائمة عائلة الأهلي. العمل الحقيقة في القائمة وكلنا موجودين وفي البرنامج يسير، وكأنه يعني عارف ايه شيء في معمل ذري، يعني كل حاجة بدقة. ربما حين ينتهي زمن المجلس الحالي هتلاقي فعلا حتى التوقيتات في شهر كذا من العام كذا يتم انشاء جراج، افتتاح مبنى الفرع الرابع طبعا مخطط له. ده شيء الحقيقة بيقول أن النادي الأهلي دايما حريص على دوره المجتمعي قبل أي شيء. تمام. طيب طبعا بكرة إن شاء الله الساعة 5 هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة، هننقل لحضراتكم إن شاء الله افتتاح جراج النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، وإن شاء الله كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله أن الجراج ده يبقى عامل نقلة كبيرة ونقلة حضرية زي ما أساتذتنا الحقيقة قالوا من شوية، إن شاء الله تبقى النقلة دي واضحة جدا على كل الشوارع المحيطة به. على فكرة كابتن إسلام، الألف سيارة قد يكون الرقم الحقيقة بيتقال كده، أعتقد أنها طاقة استيعابية قد تكون الأكبر في جراجات ربما وسط العاصمة بالمناسبة. طبعا أنا بقول على المرحلة دي، لا أعتقد أن هناك جراج يحمل نفس الأماكن بالرقم ده، ألف سيارة. تمام.